وأنت تدخل أزقة قرية تابودا تدرك مدى تمسك أهاليها بعادات وتقاليد الأجداد. ففي هذا البيت الريفي الأثري تتفنن النازينة وبسبعة بقول جافة في تحضير وإعداد طبق الكسكسي أو ما يعرف بإمنسين يناير. نتما قاري يناير نسبايا سكسبو سبعي سوفير، نخدم سبعي سوفير وقي قرنس أفيسار الحمص العس لوبيان من العيون فلفلة قوران ثقي الطوماطيش صغري سقن في ذوني نخدمي سدي يناير وقي ذو الكسفار وقي ذي فلفلة زقواغ وقي ذا شذلوح دخا مقديم يسعان رفارة كيسعان رقيمة يجمع الدار ويس نتشقي ونوضب السيان نسوان ذي تقبنا وفنجار أكيد نكارسي كنا عادات متجذرة قد يسأل البعض عن مغزاها. صغير سلام جوارو في الهيمة قبري ذاك قرود الوقت قلنا يراك قيني كث باش إن شاء الله هذا يغال ذاك الرول هذا يغال ذا الفهم إن ير خطر إم جوارة جانا غير دي عوايد وقرا قرأت نتون كوني تشوشيف أكوك ما فعلوش أصور بوزرو فلوسو في محمد تكسير أكوك بصورة شبيه بغض الوصول أتصل العويذ يغدي جمعنا الساقين المندذني نيراقيا ذيك سهث ذا خم ذا غني مخالف نكو في خم ندونيث ذي من سيان سفاي سوفار ذو وندس ذو كون تسد ويثورو أي أي جين خدميث إيوا كنا نسح في ذر إيوا كنا ذي قيم العويذ نغو تروحو ترى يناير مناسبة للمحافظة على الموروث الثقافي الأمازيغي الأصيل وفرصة لإحياء تقاليد الأجداد والتفاؤل بعام جديد وافر الغلة والمصرات.